السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. في الخامس عشر من هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، نحن على موعد مع ذكرى الولادة المباركة لمتمم السلسلة المباركة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، القائم بالحق والعدل المنتظر الإمام محمد بن الحسن العسكري صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء. هذه الذكرى التي تأتي كل سنة من أجل أن نجدد عهدنا مع هذا الإمام، مع إمامنا الذي نحن في عصره، ولتعزز لدينا الأمل بأن المستقبل في نهاية المطاف لن يكون القرار فيه للظالمين، للطغاة، للمستكبرين، أو أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادا، لن يكون لهؤلاء، بل هو لعباد الله الصالحين، لدعاة الحق والعدل والحرية وللمستضعفين. فعلى يدي هذا الإمام سوف يتحقق الوعد الإلهي، هذا الوعد الذي أشار فيه الله سبحانه وتعالى بأن العاقبة ستكون للمؤمنين إنهم عملوا بإيمانهم وحولوا إيمانهم إلى سلوك، إلى مسار، وحققوا إيمانهم على أرض الواقع، وهو الذي أشارت إليه الآية التي تلوناها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان عمل. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم عبر التاريخ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم، بعد معاناة، من بعد الظلم الذي يتعرضون له، الحصار الذي يتعرضون له، الاتهامات التي يتعرضون لها، وكل هذا الجو، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني بكل حرية لا يشركون بي شيئا. إذن هذا وعد، وعد الله لا بد أن يتحقق، وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى، أن هذا الأمر ليس مكتوبا في كتابنا، هو في كل الكتب السماوية الأخرى: ولقد كتبنا في الزبور الذي نزل على داود من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهكذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر، وإن كان
الحديث كان في إطار الحديث عن معاوية، عن فرعون عفوا، وما جرى لفرعون، لكن هذا كان من باب القاعدة، هذا كان مثل فرعون. فرعون جبار، طاغية، المستكبر الذي كان له امتداد كبير في ملكه. الله سبحانه وتعالى أشار إلى القاعدة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، الذين استضعفوا في الأرض لكنهم لم يقبلوا باستضعافهم وقرروا أن ينتفضوا على واقعهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، هم القادة، ونجعلهم الوارثين، هم الذين يتسلمون زمام الأرض. وعلى يدي هذا الإمام سوف تتحقق العدالة الشاملة التي تعم كل الأرض، هذه العدالة التي يهفو إليها ناس، يتطلعون إليها، ينتظرونها، نظراً للظلم الذي يحصل على هذه الأرض، للمفاسد التي تحصل عليها. هذا العدل الذي هو لأجله كانت كل الرسالات السماوية، ولأجله بعث الله الرسل، حيث يقول الله: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا جاء الأنبياء؟ هل فقط حتى يصلي الناس، حتى يصوم الناس، حتى يحج الناس؟ طبعا هذا مطلوب، لكن الغاية، النتيجة التي ينبغي أن تنتهي إليها صلاتهم وصيامهم وحجهم وكل عباداتهم، حتى يقوم الناس بالقسط، حتى تتحقق العدالة التي ينبغي أن تكون طابعة كل أرض يتواجد فيها الصالحون، أو إذا ما استطاع على الأقل أن يكونوا في سعي من أجل تحقيقه. لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان صلاته وصيامه وحجه وكل أعماله وهو يداهن ظالما، يؤيد ظالما، يساهم في تثبيت حكم ظالم، ولا يطلق كلمة ولا يتخذ موقفا، لا يمكن. وهذا الإمام الحسين عبر عنه عندما تحدث عن حديث رسوله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهده يعمل في عباده بالإثم والعدوان فلم يغر عليه بقول، إما كلمة أو فعل، أو يتخذ موقف يتحرك على الأرض، كان حقا على الله أن يدخله مدخل الظالم ومدخل الفاسد وكل هذا الواقع. والأحاديث كانت كثيرة ومتواترة، والتي تحدثت عن حتمية هذا الأمر، وتحدثت عن الدور الذي سوف يقوم به هذا الإمام عندما يخرج ليستكمل به ما جاء به الأنبياء والرسل. لا تذهب الليالي والأيام، كما عن رسول الله، لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. عم الفساد في الحياة. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله الصفات التي عليها هذا الإمام، إلى ما يدعو، شو المشروع اللي سوف يعمل له، منطلقات هذا المشروع: القائم من ولدي اسمه اسمي، كنيته كنيتي، شمائله شمائلي، يعني على خلق عظيم، وسنته سنتي، لن يأتي بسنة غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. البعض يعتقد أن الإمام شيء آخر، لا، يقيم الناس على ملتي، على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وشريعتي، ويدعوهم إلى كتاب ربي أن يطبقوه
أن لا يكتفوا بقراءته، أن يحققوا مضمون هذا الكتاب على واقعهم الشخصي والاجتماعي والسياسي، أن لا يتحول هذا الكتاب إلى شيء نتجمل به، نكتب به مهور زواجنا أو نقرأه في الأحزان، وغالباً لا يقرأ في الأفراح مع الأسف، في الأفراح لازم يقرأ. إذن إيماننا بهذا الإمام ينطلق من ذلك. على أي أساس نحن نؤمن به؟ نؤمن به لأننا آمنا بصدق ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ولأننا آمنا بصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي من تفاصيل هذا الإيمان، مما عبر عنه هذا الإيمان في هذا الشأن. ورسول الله عندما يتحدث لا يتحدث عن أمر محتمل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا كان هناك من يسأل عن العمر أو يسأل عن كل هذا الأمر كيف يحصل، طبعا هذا أمر شاءه الله وبيّن رسول الله أنه سوف يحصل، وما على الله بعزيز. مش بحاجة أنه كثير ندخل في تفاصيل هذا الأمر. نعم قد يقول قائل، طيب هذا الإمام موجود وحاضر، كيف يكون غائبا عنا؟ ما بحاجة لهداية، ما بحاجة لتوجيه، ما بحاجة لرعاية. حمول هذا الإمام عندما غاب وبأمر من الله وبإرادة من الله سبحانه وتعالى ليس غائبا عن ساحة الحياة، هو حاضر في ساحة الحياة، وهو ترك في هذه الحياة كل هذا المشروع الإسلامي، أن هذا بين أيديكم. لهذا ما تركوا الناس في حيرة في أمورها، الناس بيعرف طريقها، في هناك وضوح في هذا الطريق من خلال ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وما بينه أهل البيت عليهم السلام في كل أحاديث ترك. وأيضا حتى هو ترك زادا على هذا المستوى، وأسند هذا الأمر في خلال غيبته. يمكن نحن ما نتأكد من صحة بعض الأحاديث، يمكن ما نفهم بعض الأحاديث، يمكن في هناك أحاديث دخلت وهي غير صحيحة، يمكن لا نفهم بعض ما ورد في القرآن الكريم أو تطبيقات ما ورد في القرآن الكريم. طبعا هنا أسند الأمر إلى العلماء الذين علينا أن نرجع إليهم، هؤلاء الذين يصونون أنفسهم عن الباطل، هؤلاء الذين ينطلقون من كتاب الله، من سنة رسول الله، مش من خلال ما يرون أو من خلال مزاجهم. ولهذا ورد في ذلك: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديث، إلى هؤلاء اللي يشيرون إلى أحاديثنا إلى جانب القرآن الكريم. أيضا الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أشار إلينا بها المرحلة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجعوا إليهم، إلى هؤلاء العلماء. طبعا بعد واحد ما يدرس، من يرجع إليه يطمئن إلى فكره، يطمئن إلى قدرته، إلى إمكاناته، مش كيف ما كان. مثل ما نحن عادة عندما نرجع إلى الاختصاصيين في أي شأن من شؤون أمورنا، لما بنرجع على طبيب، لما بنرجع لمهندس، لما بنرجع إلى محامي، إلى أي شخص لديه خبرة، بنرجع كيف ما كان، والله بعد ما نتأكد ونطمئن ونسأل ونستفسر نوصل بعد ذلك إلى القناعة من خلال ذلك. لأنه بيقول لك الواحد: أنا ما بدي أحط حالي عندها كيف ما كان، فكيف إذا كان الأمر يتعلق
بما ورد عن الله سبحانه وتعالى وما يعذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا الأمر ما له علاقة بالشأن العاطفي ولا بالجو العام، له علاقة بالقناعات التي يتوصل إليها الإنسان مباشرة أو من خلال من يمكن أن يرجع إليه في هذا الأمر. ونحن في أجواء هذه الولادة المباركة لابد أن نطرح على أنفسنا السؤال: ما هو الدور الذي علينا القيام به ونحن في مرحلة الانتظار؟ هل نكتفي كما بعض الناس لما بيشوف الفساد وبيشوف الانحراف وبيشوف الظلم وبيشوف الطغيان في هذا العالم، اللهم عجل على ظهوره؟ جيد إن شاء الله، لكن أنت ماذا فعلت؟ شو الدور؟ بعض الناس يريد أن يتكل على الإمام، هو بيقوم خلاص بيجي هو بيحلها، هو بيخلصنا من هذا الواقع. لا، هناك دور لنا علينا أن نقوم به، وهو سوف يأتي من أجل أن يستكمل كل هذه الجهود، كل هذه التضحيات، كل هذا العمل الذي يقوم به من يسعون إلى تجذير الإسلام في الحياة، أو الذين يسعون لإقامة العدل في الحياة وتوسع دائرة القيم في هذه الحياة. هو سوف يأتي بناء على جهود، ولهذا كما نحن ننتظره هو ينتظر جهودنا وعملنا، ورح يسعى بالحياة من خلال الاستفادة من كل جهودنا. ولهذا دورنا نحن أن نمهد له الأرض، أن نثبت له هذه الأرض التي سوف ينطلق من خلالها من أجل أن يقوم بمشروع. كن لنا دور في هذه المرحلة، قد لا نكون ممن يكونون في حال حضوره وخروجه، وإن كان نسأل الله ذلك، لكن إذا ما كنا نكون سعينا أدينا دورنا في هذا الطريق، ونحن نكون لنا دور في حال خروجه، لأنه سوف يستفيد من الأدوار. ولهذا دورنا في هذا الأمر لا يكفي فيه أن ندعو، مع أهمية الدعاء ولابد أن نؤكد على هذا الدعاء. وكذلك بعض الناس ينشغل بالعلامات، والله كل يوم فتش عن علامة هنا، بعض الناس هيك، مع أنه هذا الأمر ليس هو المطلوب منا. لما يخرج الإمام سوف يخرج ويظهر أمره، ما بحاجة الله بده يوضح له أمر خروجه، وهو سوف يوضح أمر خروجه، مش بحاجة، سوف يتبين. ثم إذا كنا نعتمد على العلامات، هالعلامات ما بنعرف متى، يمكن في علامة يمكن تكون إلها مورد في هالمرحلة، بس يمكن ما تكون لهالمرحلة، يمكن ستكون لمراحل قادمة. ولذلك لا نشغل أنفسنا. والإمام الباقر عليه السلام عندما تحدث إلى أصحابه، لما سئل وكان يتحدث عن هذا الإمام الذي سوف يخرج في آخره، قالوا أيمتى سوف يخرج؟ قال: كذب الوقت، اتركوا الأمر، أنتم اشتغلوا بشغلكم، وهو عندما يخرج سوف يخرج ظاهرا ويظهر نفسه، والواعون الذين يعرفونه سوف يلتزمون به عند خروجه. ما ينبغي القيام به هو أن نقوم بمسؤوليته. لدينا مسؤولية تجاه تثبيت دعائم هذا الدين في الحياة، هو دوره أن يثبت هذا الدين، أن يبين هذا الدين على حقيقته، لأنه في تزوير دخل إلى هذا الدين، إلى عقائده، إلى مفاهيمه. نحن كنا ندور بتبيان الدين بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بما يمكننا وبما نستطيع القيام به، أن نؤكد على الصورة، أن نثبت أيضاً، نحرك الإسلام في بيوتنا، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا السياسية، أن يكون كل واحد حريص على أن يؤدي هذا الدور، أن نكون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. مش واحد بيشوف المنكر كأنه مر على شيء طبيعي، لا، أن نقف لنواجه المنكر، نأمر، نعم، مثل ما الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ما رح نحمل عصاية على الناس حتى لا إكراه في الدين، نحمل فكرنا ونحاول نبسطه ونبينه بأفضل صورة ونزيل أي شوائب قد تكون دخلت إلى هذا الفكر ونقدمه إلى الناس. والأمر الآخر والأساس في مهمة هذا الإمام هو تثبيت العدل، أن نعمل على أن نكون نحن أولاً العادلين. واحد بمثل هالمناسبة، ستأتي يوم الثلاثاء إن شاء الله، ستكون هذه المناسبة التي سوف نسعد جميعاً فيها، كل واحد يقعد مع نفسه، أنا عادل، بعدل مع ربي، بأدي حقوق ربي، بعدل مع نفسي، بأدي حقوق نفسي المطلوب مني، بعدل مع عائلتي، بعدل مع جيراني، بعدل مع الناس لما بكون في موقع العمل، وهكذا عندما أتكلم كن دقيق عادل، أعطي لكل إنسان حقه، ما بدخل للعاطفة ولا المصالح في كلامي، وهكذا مواقفي تنطلق من العدل، قاعدتها العدل. والله شوف وين مصلحتي، مثل بعض الناس بيشوف مصلحته مع مين وبأيد، إذا كان مصلحته مش مع هذا مصلحته مع ذاك يرفض هذا ويتحرك مع ذاك، مع أنه يمكن اللي رفضه هو الذي ينبغي أن يكون معه. في حتى في مشاعرنا، حتى في عاطفتنا، منشوف وين قلوبنا تتجه، هل أننا نعدل في عاطفتنا أو لا نعدل، وهكذا في كل حياة. ثم بعد ذلك الواحد ينطلق ليدرس الواقع من حوله، أيضا أنا هل أقف مع العادلين ولا لا، واقف معهم اللي عم يشتغلوا للعدل لإعطاء الناس حقوقها ولا لا، ما بوقف مع العادلين. هل أنا عندما أرى ظلما هل أستنكر هذا الظلم ولا لا، لأنه هالظلم ابن طائفتي ما بستنكر، إذا من طائفة تانية بستنكر، إذا بابن مذهبي ما بستنكر، إذا من مذهب آخر وهكذا، إذا من موقع سياسي لا برره، إذا من موقع سياسي تاني لا، العدالة لا. ولا يجرمنكم شنآن قوم، هون أصعب المواقف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا، هون أقوى أقرب للتقوى، كن عادل حتى مع عدوك الذي يكون، حتى لو كان مشركا، حتى لو كان أي دين انتمى وأي موقف اتخذه بالحياة، كن عادلين، نعطي كل واحد حق، لا بنزيد كمان لا ننقص. وكمان مرات لما بنحب حدا، مرات كمان الواحد لأنه اللي بيحب واحد، بيحب زعيم، بيحب شخصية في أي موقع مواقع، بيحب أهله، كمان مرات بيطلع هؤلاء أكثر مما ينبغي، لا على الحد، وهذا نحن بحاجة له أنه نأكد على هذه القيمة، وإلا شو موقع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف منها. وهكذا في الحياة بدنا نكون دعاة للإصلاح، ما بكفي توقف، تكون أنت تعمل على أن تقيم العدل في الحياة وتسعى إلى الإصلاح في الحياة بالكلمة بالموقف، بمرات أنه تأخذ يعني خيارك في الحياة يكون هذا هو الخيار الذي تتخذه في الحياة في انتسابك لهذه الجهة أو لتلك الجهة. في كل ذلك نحن لا يمكن أن نكون مع الإمام عجل الله فرجه الشريف ونكون حياديين بين الحق والباطل، أو بين العدل والظلم، أو بين الصلاح والفساد. في منطق الإسلام الحياديون يساندون طغاة ويساندون الظلم ويساندون المستكبر. بدنا ناخذ موقف، ولو مرات بقلوبنا إذا الأمور صعبة مرات. لذلك أيها الأحبة، عندما ندعو الله عز وجل أن يعجل فرجه، لا بد أن نتأكد من أننا جاهزون لتحمل المسؤولية على استعداد.
لتحمل المسؤولية التي سوف تسند إلينا. ودائماً بنقول عمل الإمام مش عمل عسكري، بعض الناس بيقول يعني يتحمل يعني نروح نتدرب، طبعاً لازم واحد دائماً يكون جاهز على هذا المستوى، ولكن الإمام سيحتاج إلى أطباء بالمستوى العالي، إلى مهندسين بالمستوى العالي، ما بده يدير دولة، بده يدير العالم. ما نكون نحن جاهزين إذا خرج، نكون نحن بالمستوى الذي يستطيع أن يسند إلينا المواقع التي سوف يسعى إلى اختيارها ليكونوا من أنصاره ومن أعوانه ومن المقربين إليه، أن نكون مثل الحالة. في بعض الناس عندما يخرج الإمام سلام الله عليه سوف يندمون لخروجه، لأنه يمكن يؤثر على مصالحهم ويؤثر على ظروفهم، مثل ما ذاك الرجل لما كان يدعو أن يريه الله سبحانه وتعالى الإمام في منامه، فأرى إجا الإمام وهو له في منامه، فاستجاب الله دعاء وجاء، فرح يقول له في بعض الأمور عندك نقائص، هيدي القصة بدك تتركها، هيدي القصة بدك تتركها، بعض أموالك في شبهة فيها خرف. فهذا الرجل لما رأى أن الإمام عم يطلب منه كل هالأمور استيقظ مذعورا، لأنه شعر أن هذا الإمام جاي حتى يخرب له بعض، هو بيعتبر بيخرب له، هو عم يصلح له أموره، عم يصلح له آخرته. بعض الناس قد يندمون على ذلك، ولهذا سننتظره إن شاء الله بكل لهفة وشوق، سنترقب حضوره في كل وقت، وسنراه دائما قريبا. لكننا بالطبع لن يكون انتظارنا كما ينبغي أن يكون الانتظار، انتظار القاعدين المتواكلين الذين يقلبون كفا على كف على واقع الظلم والفساد أو التخلف، بل سننتظره في الساحات التي أمرنا أن نكون فيها، والتي أمرنا قبل ذلك الله سبحانه وتعالى ورسول الله وكل أئمة أهل البيت: ساحات العمل، ساحات العلم، ساحات الجهاد، ساحات التطور، وفي مواجهة الظلم والطغيان والاستكبار. سننتظره، ونحن ندعو الله من كل قلوبنا أن نحظى برؤيته والانضواء تحت رايته، وأن نكون من جنوده وأنصاره. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظرنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واجدد أزره، وأعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على حب صاحب العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد
والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. إنك قريب مجيب الدعوات، إنك ماحي السيئات، إنك ولي الأعمال الباقيات الصالحات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بما نحن قادمون عليه بإحياء ليلة مباركة، هي ليلة النصف من شهر شعبان. هذه الليلة المباركة التي أشارت الأحاديث إلى أنها هي من أفضل الليالي طبعاً بعد ليلة القدر، فيها كما ورد في الحديث يمنح الله العباد فضله، يغفر لهم بمنه. هي ليلة آل الله عز وجل على نفسه أن لا يرد فيها سائلاً ما لم يسأل المعصية، أو كما في بعض الأحاديث كان في شحناء حقد في قلبه، بده يجي قلبه لا ليس فيه حقد على أحد، نختلف بس ما بنحقد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في سيرته يحرص على إحياء هذه الليلة. تصف إحدى زوجاته ذلك فتقول أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وآله منتصف ليلة 15 من شهر شعبان. طبعاً هي ليلة إلى خصوصية بذاتها، طبعاً تزداد أهميتها أنها ليلة الولادة المباركة للإمام عجل الله فرجه الشريف، لكن هي ليلة بذاتها لها معنى خاص. وجدته في محراب ربه يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن، وظل على ذلك طوال الليل لا يكل ولا يمل حتى طلع الفجر. إذا كان النبي لله سبحانه وتعالى وعده بما وعده به، إذا كان هو بقي في الليل كيف نحن؟ لأننا ما حد عنده أمان من الله إلا العمل. نتأسى، فلنتأسى أيها الأحبة برسول الله صلى الله عليه وآله، نغتنم فرصة هذه الليلة لندعو الله، نصلي، نقرأ القرآن بما وردت الإشارة إليه حتى لا تضيع منا بركات هذه الليلة. نحن أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه العلاقة بالله، لأن دائما هالعلاقة تتعرض لهزات، هزات الجو العام المحيط بنا، هزات الجانب المادي اللي مرات يغرينا، الشهوات، النزوات، الأجواء التي تحيط مرات تضعف هاي العلاقة بالله، تنسينا ربنا وتنسينا أن علينا أن نكون أحرص ما نكون في الحياة على أن يكون الله راض عنا. نغتنم هالفرصة، هذه مواسم لابد أن لا تغيب عنا، نستفيد منها بما نستطيع القيام به. نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك حتى نصبح بذلك أكثر قرباً من الله، وبالتالي أيضاً أكثر قدرة على مواجهة التحديات، لأن كل هذه التحديات لا يمكن أن نواجهها إلا بسند قوي، والسند القوي نحن نعتمد عليه وأمرنا أن نتوكل عليه بكل ثقة هو الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، مثل ما قال أولئك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن هاي وسيلة البداية في من هذا البلد من المعاناة الدائمة المستمرة التي لا يبدو أنها ستتوقف، بل هي ستزداد سوءا يوما بعد يوم بفعل ما نشهده. وكل أسبوع عم نعود نحكي بنفس الكلام، من الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وإن كان من مستوى قد يقف عنده
مثل ما عم يصير بهالمرات بعض الحالات وبعض الأوقات، فهو آني، مرات بينزلوه شوي، طبعا بينزلوه بعد ما يكونوا رفعوه لفائدة عندهم، هذا بات جزء من اللعبة التي يتقنها المصرف المركزي ليؤمن مالا، ليفيد ناس، أي أمر من الأمور. ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك عزا في قدرة اللبنانيين على التأمين عن تأمين معي لقمة عيشهم ودوائهم واستشفائهم، وكل هذا الأمر ما بات يدفعهم إلى اليأس وإن كان لا ندعو إليه، والهروب من جحيم هذا البلد حتى لو كلفهم ذلك أخطارا. وقد وصل بالبعض إلى المس بحياتهم التي حرم الله عليهم مسها، أو بالتسكع على الأبواب بحثاً عن من يعينهم على تأمينه. مع الأسف يجري كل ذلك من دون أن تستنفر بقايا الدولة أجهزتها لإيجاد حلول تخرج هذا البلد من حال الانهيار، أو على الأقل التخفيف من وطأته على اللبنانيين. نرى بدلاً من ذلك إمعاناً في زيادة معاناة اللبنانيين، حيث تستمر السياسة التي تتبعها هذه الدولة منذ أيام ومنذ سنوات بمد يدها إلى جيوب اللبنانيين مع أنها باتت فارغة. والذي نشهده اليوم من خلال رفع سعر الدولار الصيرف، الذي صحيح يمكن في ناس قد يستفيدون منه وإن كان الفائدة صارت قليلة عما كانت عليه سابقا، لكن هناك زيادة للرسوم للضرائب، كل شيء بتعلق بالدولة سوف يزداد، أو بالقرار الاعتباطي الذي اتخذته بمضاعفة الدولار الجمركي دفعة واحدة إلى 3 أضعاف وبدون أي مقدمات، بحجة تأمين الزيادات التي حصلت لموظفي القطاع العام، والذي يترك التداعيات على ارتفاع الأسعار في بلد يعتمد أكثر من 90% من احتياجاته على الاستيراد من الخارج، علماً أنه لا يؤدي الغرض منه لتوفير المال للدولة، إن بسبب الفساد المستشري الذي يؤدي إلى التهرب الجمركي أو فتح منافذ التهريب، وهو لن يقنع بالتالي كما لم يقنع الموظفي القطاع العام المضربين بالعودة إلى أعمالهم، أو كمان بالقرار بدولرة الاقتصاد من دون المواد الغذائية والاستهلاكية، من دون أي رقابة تحمي المستهلك. وبالتالي كان يقولوا لأنه حتى نثبت الأسعار، هلأ مين بيثبت الأسعار وأي رقيب على الأسعار؟ وهلأ بهالأيام صار كمان إذا بده يرفعوا السعر بيرفعوه بالدولار، يرتفع أضعافاً مضاعفة. في الموازاة القوى السياسية أو بعضها القوى لا تكتفي بعدم قيامها بالدور المطلوب منها، بل نرى فيها من يمعن في تهديم ما بقي من أركان الدولة وشل قدرتها على القيام بدورها في هذه المرحلة الصعبة والعصيبة. وهناك من يعمل على النفخ في نار الفتنة وزيادة الشرخ بين اللبنانيين والإساءة إليه من خلال التصريحات النارية التي يطلقها، أو من خلال إلقاء التهم جزافاً على هذا الفريق أو ذاك، أو تلك التي تستفز المشاعر وتسيء إلى المعتقدات الدينية والقيم الأخلاقية من دون التدبر، ويمكن قاصدين بعواقب ذلك في بلد متوتر وسريع الاشتعال الطائفي والمذهبي والسياسي. إننا أمام هذا الانهيار والتداعي الخطير الذي يخشى أن استمر من تداعياته على استقرار البلد وأمنه، كما التداعيات التي تحصل منه على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي. نعيد مناشدة كل القوى السياسية إلى أن تتحمل المسؤولية في التخفيف من معاناة اللبنانيين الذين تحملوا أمانة تمثيلهم بالإسراع في إيجاد صيغة تضمن إدارة عجلة الدولة والاستقرار السياسي في البلد، واللي واضح أنه سوف يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية نريده أن يكون جامعاً للبنانيين
وموحدا لهم، ويمهد لحكومة فاعلة قادرة على النهوض الاقتصادي والإداري والسياسي والقيام بإصلاحات باتت ضرورية لإنقاذ البلد وإعادة الثقة به. وهذا لا يعني أننا لا نبرئ الخارج من تدخلاته ودوره في إيصال البلد إلى هذا الحد من الانهيار، أو بمنعه التوافق المطلوب لحسابات خاصة يريدها أو عامة تتصل بالصراع الإقليمي أو الدولي الدائر في المنطقة أو في العالم، والذي لبنان هو أحد أبرز ساحاته. لكننا دائماً نقول أن القوى السياسية هي قادرة إن أرادت وقررت على أن تحد من تدخل هذا الخارج ومن تأثيره، إن توحدت جهودها من أجل معالجة أزماته وأخذت في الاعتبار مصلحة البلد ومصلحة إنسانه. لكن مع الأسف هذا لا يجري، على الأقل من الكثيرين من هم في النادي السياسي. نبقى في الداخل ندعو إلى ضرورة العمل الجاد لإنقاذ العام الدراسي في المدارس الرسمية مما بات يتهدد آلاف الطلاب ويمنع هؤلاء من العلم الذي هو سلاحهم الأساس، بالإصغاء إلى مطالب المعلمين على أن تكون واقعية وقابلة للتحقق وتأخذ بالاعتبار مصلحة الطلاب التي هي مصلحة الوطن. نصل إلى سوريا لنشير إلى أهمية الانفتاح الذي شهدناه في الأسبوع الماضي على هذا البلد بعد الكارثة التي ألمت به، ولكن نأمل أن لا يقتصر هذا على البعد الإنساني، بل أن يتكلل بعودة سوريا إلى الجامعة العربية للعب دورها على الصعيد العالم العربي والإسلامي والمساهمة في إعادة تعزيز موقع هذا العالم وتوحيد جهوده في مواجهة الانقسامات والصراعات التي تعصف داخله أو التحديات التي تواجهه. نبقى في فلسطين لنشير إلى التطور الخطير الذي حصل أخيراً في بلدة حوارة في نابلس بإقدام المستوطنين مع جيش العدو على حرق بيوت الفلسطينيين ومساكنهم وسياراتهم، ما يخشى أن يكون ذلك في سياق مخطط مدروس للعمل الجاد على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما يدعو إلى العمل على توحيد جهود الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه لا بد من مواجهة كل ما يتهدد هذا الواقع هناك، إن من الداخل أو من الخارج. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.